ظن كل عيش وسوء معاملة زوجها دفعها لمحاولة الانتحار مع بناتها الثلاث وأحفادها بمدينة الموصل التي لم تذق طعم الراحة حتى اليوم على مدى 3 سنوات من تحريرها. محاولة الانتحار هذه لم تكن الأولى على مستوى محافظة نينوى، بل كثرت هذه الحالات ما بعد التحرير بشكل لم تعتد عليه المدينة من قبل. والله فكرت بالانتحار، عندي زوجي مواليد 55 وقع يأذينا وقع يغلط علينا، يعني زلمة كبير يعني بحكم ما عدنا إمكانية على مود نعيش منها. هو يعني صار مثل حالة نفسية عنده، مثل يعني متوتر أعصابه ويغلط ويسبني ويهيني. زين، وسبب المعيشة مالتنا يعني أكثر شيء بسبب المعيشة. إحنا 9 نفرات فكرنا ننتحر بسبب معيشتنا، بسبب يعني حالتنا مع أبوهم، يعني يغلط عليهم البنات، يعني ما مخلينا مرتاحين. مواقع التواصل الاجتماعي كان لها الدور الفاعل بإنقاذ هذه الأرواح من التهلكة، التي قامت بدورها بإبلاغ الشرطة المجتمعية في المدينة، والتي توجهت على الحال لمكان الحادث وأنقذت العائلة التي كانت على وشك الانتحار. كما تعلمون، رصدت مواقع التواصل الاجتماعي بوجود حالة تعاني من عائلة تعاني انتحار، عائلة من مكونة من 9 أفراد قرب جسر العتيق. طبعا وردتنا هذه شكوى من أحد المواطنين ورصدنا هذه الحالة، توجهنا بسرعة إلى محل الحادث وتم جلب العائلة مقر الشرطة المجتمعية، وشكلنا فريق عمل كامل لدراسة حالة هذه العائلة التي تتكون من الأم و3 فتيات مطلقات، لديهن أطفال 2 و3 تعاني من حالة تعنيف من قبل الأب. جسر العتيق الرابط بين جانبي المدينة أصبح المكان الأمثل لحالات الانتحار هذه لكل من يفكر بالأمر. من الموصل، سعد منصور، التغيير الفضائي.